حسنك مرقيك لو عاد يا ابن الحمولة عليش بدلك يا ابن الحمولة عليش بدلك حسنك مرقيك لو عاد حسنك مرقيك لو عاد لك أبو محمد شو تتمنى للشعب العراقي في هذا الجو أو في هاي الأيام العصيبة؟ والله نتمنى إنه كل الأمور ترجع كما كان قبل، يعني القلوب تتصافى، العالم ترجع لبيوتها، هاي الغمة تنشال إن شاء الله، هذه كل أمنياتنا، ونشوف الجهال اللي محرومين بالوقت الحاضر إنه يشوفون هل ترجع الأمور وينبسطون ويفرحون أكثر من قبل إن شاء الله. محمد أتمنى يعني يا ربي بس ترفع هاي الغمة عن هاي الأمة ويرجع كل نازح لبيته. الله يديمك. محمد احنا ما نريد نتعبكم، عندنا حزورة، اكو شيء يكفي آلوف وما يكفي طير منتوف، ليش تعجلون؟ يكفي آلوف وما يكفي طير منتوف. سرعة خلية النحل صفقولة. ألف مبروك تستاهل جوائزنا، ألف مبروك تستاهل جوائزنا، ألف مبروك يستاهل جوائزنا، ألف مبروك يستاهل جوائزنا، ألف مبروك يستاهل جوائزنا. يا بجائزة وين يا شباب؟ سي علوان بيدك الجائزة، بيدك جيبها بسرعة المخزن، بسرعة أبويا خذ تاكسي بسرعة. سلم له محمد الجائزة، تعالي 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 إخواني، هاي جائزة من قناة سامرة العزيزة، ويستاهلها محمد ان شاء الله. شنو بداخلها؟ شنو بداخلها لها ان شاء الله؟ محمد استلم، شو تقول؟ قناة سامراء الفضائية. محمد شكرا على هاي الهدية، يعني ما اعرف مفاجأة حلوة صارت بالنسبة لي. شكرا وتستاهلوها، وان شاء الله العمر المديد لكم، وتسمعوا على الف الف خير، ومع السلامة. اغاتي مربع حسين البغدادي. شدعي على القطار الاخذ ما حبوبي، شدعي على القطار.